في أول مباراة له تمكن المدرب الجديد لشبيبة سكيكتا الفرنسي ديدي غوميز من تحقيق الأهم ووضع حد لسلسلة النتائج السلبية لشبيبة. الضحية كان فريق شبيبة بجاية. المرحلة الأولى بدأ الزوار بالهجوم وأول محاولة عن طريق اللاعب لطرش الذي يفتح والحارس خيطر يصد هذه الكرة. الزوار واصلوا الضغط لكنهم لم يحسنوا استغلال الأخطاء التي ارتكبها دفاع المحليين. رد فعل المحليين جاء بعد ذلك عن طريق خزري في هذه الرأسية التي انتهت في أحضان قاسم. فرصة أخرى تتاح للشبيبة، مهاجمين أمام الحارس قاسم هذا الأخير يتفوق ويبعد الخطر. آخر محاولة وأخطرها خلال هذا الشوط كانت رأسية حميتي التي جانبت القائم الأيمن للحارس خيطر، والشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي 0 لمثله. دخول عيساوي وقرمش خلال المرحلة الثانية من جانب الشبيبة أعطى الإضافة والانتعاش للهجوم. يتمكن اللاعب خزري في الدقيقة 71 من وصول إلى الشباك الحارس قاسم. هدف أسعد كثيرا أنصار الشبيبة الذين تنقلوا بأعداد غفيرة لملعب 20 أوت. وهذه الإعادة لهدف اللاعب خزري. المحليون واصلوا الضغط وكادوا أن يضيفوا هدفا ثانيا عن طريق معنصر الذي أخطأ تصويبه. شبيبة بجاية ترد عن طريق اللاعب لطرش، وخيطر يجنب فريقه هدف محقق. آخر محاولة في هذا اللقاء كانت للشبيبة سكيكتا. معنصر في هجوم معاكس يخفق في إضافة الهدف الثاني لينتهي اللقاء بتفوق شبيبة سكيكتا بهدف دون مقابل.